شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. عاش العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا. الأصل عاش العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا. غالي الشرف غالي بنموت كرماله سقف الوفا الشهم ما بينشرب مال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني الشهم ما بينشرب مال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني صوت العدل علا رجال البلد قالوا الماشي Oh,
يلا يا بنات يعطيكم العافية، رقصتوا وانبسطوا، يلا ضبوا الأكلات وخلينا نرجع على الشغل. يلا قوام. عليكم يا بنات اسمعوني منيح، كل وحدة تخلص الوعي يلي بين ايديها وتضب ماكينتها وتروح على بيتها، والبنات ثلاثة يلي دورهم بالتنظيف ينظفوا منيح وينتبهوا على تسكير باب المشغل قبل ما يروحوا. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. بكرة الصبح مر اللي عند أبو جورج شف لي شو صار بطلبية خيط الذهب. مش معلي. لحظة، إذا طعميت تشبع وإذا ضربت توجع. شو قصدك معلي؟ قصدي يعني خناقات بلا طعم ما بدي، وعرض عضلات ما بيلزمني، بدي شيء اتباهى فيه. فهمت قصدي؟ مش موش نالي. Thank you.
الله اسمعيني بقى. ولك نخرتي راسي ليلي شو بدك؟ إلك ولا لدي؟ ولك تضربي انتي ودي ليلي شو بدك؟ والله عم مل بالبيت، يعني لا بروح لعند حدا ولا حدا عم يجي لعندي. ايه وشو يعني؟ بدي اشتغل بالمشغل. شو قلتي؟ يا ما والله عم بطق روحي. ولك امي مو حلوة بحقك وحق ابوكي، نحن اكبر من فريال ومن اخوها صاحب المشغل. يا فتح يا عليم يا رداء يا كريم. صباح الخير ابن عمي. صباح النور. صباح. شلونك اليوم؟ الحمد لله. شو قصتها؟ من الصبح عندها مشاكل؟ حسينة تعال صبحي على ابوكي. دخيلك ما بدي هالصباح اذا كان من بنات قلبه. انا بحسن بلا ما صبحي. خلص واصلي واصلي الله يرضى عليك. كل صباحك. حطولنا حطولنا لقمه لاكلها بالمروع الشغل يلا. مو على راسي من فوق. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. زكاتك بدي صحن مسبحة. إيه مو على راسي. بس زكاتك تمشيني قوام. إيه مو على عيني. أحلى صحن مسبحة ومندعوم لأحلى عيون. مرني معلم ياسين. بعدين بحاسبك الله معك. يسري على المشغل وأنا باخذ لك صحن مسبحة بعيوني. بس زكاتك لا تتأخر علي. بأمرك. ما يأمر عليك ظالم. بالسلامة. جسكار جسكار استيقظ. انفع لبنا هذا. لا لا تقدم. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله دايمة صحتين وهناء. يا الله، أنا رح أمشي بدي أشوف شو صار مع أبو جورج، بتقول شي؟ لا سلامتك يلا. بس قلي شو جاي على بالك حضر لك اليوم على الغداء؟ والله ما بتفرق لي بديك ولا لي، ساوي لنا شوية يبرق وعصايص. ايه تكرم عينك، بوسينا اليوم بتلف لك يلا. لك بنتي شو بيك لسه بتلك زيها لأمك؟ بوسينا بدها تشتغل بمشغل للأغباني والبروكر. يا فرحة قلبي، بوسينا بنت أبو النور بدها تشتغل بمشغل؟ لك بنتي لقيلك شغلة يكون عليها القيمة وأنا بدعمك، بس شو مشغل وما مشغل؟ لقيلك شغلة محترمة وأنا موجود. يا أبي أنا بدي شغل بيسلي. أنت بدك تشتغلي يعني بالمشغل مشان تتسلي أنت وبنات الحارة؟ إيه يا أبي الله يخليك. لك بنتي معقولة؟ بوسينا بنت أبو النور تشتغل أجيرة عند فريال؟ أعوذ بالله شو أجيرة؟ يا أبي أنا بدي روح أشتغل معهم بس ما رح أخذ أجرة. أيوة يا أبي أنا بدي صمم فساتين في وراثي موديلات حابة أعملها بذات نفسي هواية يعني. وين الغلط يا أبي؟ طيب طيب خلص خليني أفكر. يا الله الله معك أبو النور. يا ربي وافق يا رب.
فعل بكم هذا؟ Nous ne savons pas, capitaine. استيقظنا هكذا. وأنت جيسيكار، من فعل بك هذا؟ لا أعلم من فعل هذا. عاقبنا سيدي. سيدي خذهم إلى السجن. حاضر سيدي. كابتن بدنا نزدهم بالسجن. تكرم عيونك. جنودنا كابتن ألن، أصبحنا أسبوعيا نتعرض لمهزلة ونكسة تصيب جنودنا. من يتجرأ على فعل هذا؟ هذه الأمور لا يمكن السكوت عنها كابتن. سيدي الجنود لم يعطونا أي معلومة تفيد بالكشف عن الفاعل. إلى أين وصلت تحقيقاتك؟ أنا أعتقد أن رجال الغوطة هم من أذلوا عناصرنا، لأنني ذهبت وتحققت وتبين لي أنهم ليسوا من شباب حارة البروكار. ازرع الجواسيس في كل الاتجاهات. يجب أن نعرف من هي الجهة التي تقوم بتلك الأفعال مع جنودنا. الشيء الذي أستغربه، لماذا لم يقم بقتل جنودنا؟ هذا سؤال مهم يمكن أن يوصلنا لمعرفة المجرمين المعتدين. سيدي، إذا تكررت الحالة أقترح إعادة المغفر إلى حارة البروكار. لا لا لا، لا داعي لذلك. أولاً، ساحة البروكار معبر رئيسي بين دمشق والحاكمية، وهي قريبة جداً منا. ثانياً، سوف نضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتطاول علينا. يا أهل البيت، يا ست معصمات. أهلين تقبرني. أهلين عفاف خانم، شو الغدا جاهز؟ إيه، غير أواعيك وبتلاقيه على الطاولة. وهو كذلك. يا الله يعطيك العافية بابا. أهلين بابا. إيدك الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. تصيني بشي؟ مبلا. وين رأي؟ على الستاج. عمل حسابك، بدك تبعتني على فرنسا أعمل اختصاص. أول واحد بيروح على فرنسا هو أنت. الله يخليك. أكرم عيونك. أجل الستاج هلا، رح غير أواعي ونتغدى سوا ونحكي لنا كلمتين. خلص عم بستنى. يلا يا رب. لا تأخر هاز. أبدا. ماما عمرو ريان البندورة. يا كريم يا كريم. مرحبا عمي صياح. أهلا عمي سعد الخطة. السلام عليكم. مرحبا يا سينو. أهلا سعدو. أهلا بالشباب. السلام عليكم يا كريم. مرحبا عمي سعد الخطة. مرحبا أسود أحبت في الشام. السلام عليكم يا جار. السلام عليكم يا خيار. ناديلو
ولا فتوح ولك فتوح هات شايلي لو علق سعدو يا كايك لك شلون عم يحكي؟ ليه عم تعيط ولا؟ لنكون معبين عينك يعني؟ ايه انت اللي عم تعيط، مالك شايف حالك؟ اللي شو بدك؟ روح نادي لنا معلمك بلا شفترة، نحن معك ما لنا حكي، مستوانا أعلى من هيك. ايه ليه؟ وجعوا ولا؟ ايه شو هالعيشة هي معلم؟ خير فتوح، شو صاير معك؟ كريم وسعده قال انا مو من مستواهم اني اقدم لهم طلبات، قال بدهم انت تطلع وتقدم لهم طلبات. هن هيك قالوا؟ ايه ايه والله يا معلم، واذا مو مصدق اطلع وشوفهم. امشي لشوف. امشي. ليكو قوم واقف انت وياه ولا؟ ليش هيك عم تحكي؟ قوم من هنا روحي! ايه بالله شباب! اسمع انت وياه ولا؟ إذا لسه بشوفكم بالقهوة بدي كسر إيديكم وإجريكم، حتفهموا ولا لا؟ ليش عم تستفتر علينا ابن عين؟ طول بالك يا ابن عين، شبين على باب الله، بدنا نحواه. عم بيقللوا أدب كثير. نحن ما لنا قليلين أدب، نحن مربيين غصب عنا. طولوا بالكم يا جماعة خير، شو في شو نصها؟ اثنين حمير أخذوا وش فكروا حالهم أحصنة. مين الحمير؟ أنت وأنا. اسمع ابن عين، هذا الحكي مردود عليك. يا هلا بدك تشوف شيء ما رأي عجبك ابنه. طلع برا. روح سد حلقك ولا تضرب منك له. سد بايري. طول بالك ابن عين. رجعنا يا جماعه كل واحد لشغله. يلا يلا يا شباب يلا حرك اسرع. نقلوها لم جيبوا لم لا تجيبوا عمي. الله يوفقك يا عم. شو سهله يا كريم. الله لا يوفقه. لو كان عندي بنت ما كنت اكلت هم. على اساس رح تضل عندك البنت وبالاخير بدها تتجوز وتروح على بيت جوزها. بلا بس انا بالنسبة لي كنت متمنى يكون عندي أولاد كتير صبيان وبنات، بس رب العالمين ما رزقنا غير بهالزهرة. الله يخلي لنا إياه. الله يطول بعمرك. آمين يا رب. ما قلت لي شو كان بده منك الجنرال؟ هدول الفرنسيين عم يصير معهم شغلات ما عم يقدروا يستوعبوها، مستغربين شو اللي عم يصير. ليش عم يصير معهم؟ من مدة شافوا عسكريين فرنسيين مشلحينهم أواعينهم ورابطينهم بالمقبرة، ومبارح كمان عسكريين مشلحينهم أواعينهم قدام السكنة تبعهم. يا سيدي اللي عامل هاي القصة بمنتهى الذكاء. وين الذكاء بابا؟ كان يقتلون. ماما هون الذكاء. اللي عاملين هاي القصة أولاً جنبوا حارتهم انتقام الفرنسيين، وثانياً فيها إهانة أكثر من قتل 100 فرنسي. إيه بس إلا ما يعرفوا مين عمل هيك. فرنسيين دايخين مو عارفين رأسهم من رجليهم. الله يعمي بصيرتهم يا رب. أنا بشوف بابا اللي تصرف هذا التصرف في ولدنة وما راح يطلع معه شيء. لا بابا لا، أول عن آخر راح يطلع منه شيء. يلا دعولي. الله معك. موفق أبي، مع السلامة. طاووس طاووس وراك طاووس. مر علي. شو صار مع ابو جورج؟ بده يشوفك، عنده اخبار منيحه بس ترى بده دفعها. ماشي خليه يجي بكره. مش موش. يلا شد الخيط شد الخيط منيح شده منيح فكره. ايه شده. ايوه
تلعبي وانا بدي ضل محبوسه بالبيت يعني؟ طب شو اعمل؟ تروحي مع اخواتك على المدرسه؟ بالله اروح انت وامي على المدرسه، اصلا انا معي سيرتيفيكا وبعرف اقرا واكتب اكثر بنت بكل الحاره. ليك قومي البسي روحي معي على المكتب. هلا جاي ام جورج هي مرته لرفيقي عندها محل شعر، روحي تدربي تعلمي عندها بركي بفتح لك محل. يا عبي لسه سيرة التعليم، الله يوفقك خليني روح المشغل. لك يا بنتي انت ذكية ولازم تزيدي تعليمي. كنت خليني روح التجهيز لو بدك يعني زيد علمي. لكم جورج هون صالونا هون ببتوما. مثل ما بدك يا عبي، بس كمان بدي روح المشغل. ايه يلا يلا تكلي على الله. يلا قومي عم بجهز حالي. الله يخليك فوق راسك حبيبي تلمي. مصاري مثل ما اتفقنا وتكرم عينك يا ابو جورج. يعوض عليك يا ابو النور، بس بدك ترخص لي روح عصافيتها مشان بقى تاخر عليك بالبضاعه. ايه بس زيتين لبين ما يجي هناي. بس ان شاء الله ما يطول. لا لا ما بيطول. هذا عمك ابو جورج من صافيتها بيجيب خيط الحرير من تريكيش وبياخده على حلب بيعملوا له معالجه وبصير خيط دهب. وهي حرمته ام جورج عندها صالونين، واحد بصافيتها وواحد ببتوما. والنعم منكم والله يا ميت أهلين وسهلين. هاي بوسينة بنتي، هاي حبيبة قلبه لأبوها. هلا خيتي. بالمأهل يا بنت خيي. بدي ليلى هيك شي مصلحة تليق فيها. لوين واصلة بالعلم؟ معي سيرتيفيكا. إذا معك سيرتيفيكا ليش ما بتاخدي بكالوريا وبتكملي جامعة؟ هلا نحن بالحارة يعني ما لنا متعودين نخلي البنت تبعد كتير عن بيتها. فيها السيرتيفيكا تدخل تمريض. وين هاي؟ التمريض مدرسة داخلية، يعني ما بتجي على البيت إلا خميس وجمعة. أيوة طيب غير هيك شو بتنصحينا؟ يعني ما في يا كوافيرة يا خياطة. أي عبي أنا بحب كارل خياطة كتير والمشغل قريب من هون. أوه ردينا رجعنا على المشغل. اشبه الخياطة، كارل خياطة حلو، وأهم شيء تركزي على التصميم. إيه إن شاء الله إن شاء الله، الله يقدم اللي فيه الخير. هنائي هنائي. عمي عمي يلا بخاطركم يا عبي أنا راح أمرق شوي على المشغل وبرجع على البيت. الله معك بنتي الله معك. ربي يحميك. الله معك. هذا نائي ابن أخي عبد الرحمن. عبد الرحمن أعطاك عمره من زمان، أنا ربيته سعره بسعر أولادي وأعز. هذا عمك أبو جورج وحرمه. الله يرحم خيار والنعم منك ومن ابن خيار. مري عمي. عمي تأخذ عمك أبو جورج وحرمته على البوسطة. يعني نافوخي تفضلوا شرفوا. يا خاطرك يا ابو النور. اهلين الله معكم. الله ما متاخر عليك ان شاء الله باذن الله. الله معكم يا اختي الله معكم. دير بالك عليهم انا يا سعدو كريم تعالوا اشتغلوا بحق اكلكم، نزلوا الحمل على الفرن. الله يحرمنا منه، الله يحرمنا الله، ان شاء الله الله بيقلبك نزل. يلا يلا وين ننزله؟ على الفرن فوتوه لجوا. انت عليك هات تعالوا ها. حملني عندك شي دواء لهنا بدك دهنا بالليل بتوم بيمشي حالها. ايوه يلا يا رب.
يلا يلا كريم يلا سعدو يلا يلا طيوس العرب انا جاي تحسب حساب معلمي عزمي بيك لا ما حزرت ليش يا ولد طيوس عرباية جاي لمعلمي ابو النور معلمك ابو النور اخذ عرباية طلب عرباية تانية وكلام ابو النور لا يعلى عليه هو اول واحد بياخذ اسمع يا ولد طيوس ان كنت مفكر انك راح تحرم معلمي من الحطب معلمي يقدر يجيب حطب بألف وسيلة وهذا الكلام راح تندم عليه عم تهدد ولا غزار مثل ما تريد احسبها لك دير بالك اوعى يضربك لك طاووس طول بالك لك شبك اوعى لك يابا لك لك اوعى اسع للزعيم اسع 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 ما يطلع لك بعدوا عن بعض خلصنا من قلة أدب طووش دولو لا أنا هاي هاي مو حركات رجال اتركوا أنا هاي اتركوا له تعال أشوف تعال عمي ليش ناديت لي طووش اسمع يا طاووس من هلا ورايح حطب ما عاد بدنا منك والكلام لهالحارة الخوخة من يوم وطالع رح يصل الحطب لبيوتكم واحد واحد مفهوم كلامي كل مين على شغله يا اخوان غزال وراي كرمالك معلم انا بخسر كل الزباين خلاص ما في مشكله انا بعوض لها وينك طاووس هذا غزال لا بتعلق معه الا اذا كنت ماسكه ما حدا قدره الا اذا ماسكه من خناقه يخرب بيته يا عنائي مثل السعدان لك ما عم بعرف امسكه من قرني وانت دغري دغري بدك تمسكه للبلطه وتلحقه خلاص اتركه دباره عندي واشوف شغلك روح يلا يا صبايا شوفوا مين اجا نور اهلا وسهلا لك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بنت حارتنا لك اهلا وسهلا بنت زعيم حارتنا والله اشتقت اهلا حبيبتي اهلا وسهلا نور البشرة والله مشتاقة لكم كلياتكم كيفكم يا بنات؟ منيح حبيبتي الحمد لله ايه والله يا اهلين وسهلين نورتي المشغل تسلمي من بعد اذنك يعني اذا ما فيها احراج أنا حابة إني أشتغل معكم يا ميد أهلا وسهلا فيكي المشغل مشغلك يعني أنتي بتأمري ما بتطلبي شغل ميد أهلا وسهلا تفضلي تقبريني تفضلي بابا عصمت الله يرضى عليك يا حكيم بدي منك تنزلي على سوق المناخلية هنيك في تاجر حطب اتفق معه يورد لنا على الحارة 20 عرباية حاضر مين يدفع حقه؟
أنا يا أبي أنا بدي أدفع حقه، وبذات الوقت شوف لي مين في بحارة أبو النور خرج ندفع له حق الحطبات، نحن جاهزين. يو وليش أنت بدك تدفع؟ ماما طولي بالك شوي، وبيت ستي؟ ستك لحد هلا رافضة تقبل مني شيء. طيب بابا ما صار لازم نحل الخلاف اللي بينك وبينها؟ والله الظاهر يا حكيم القصة مع ستك لهلا ما استويت، بس تستوي بحل الحلال. يعني أنت لهلا ما جاوبتني على سؤالي، ها؟ ليش أنت بدك تدفع؟ ولو يا ماما لهلا ما فهمت عليه لأبي؟ والله ماني فهمانة. قربت الانتخابات وعند عزمي بيك كل شيء محسوب. ايوه هيك اللي ما شاء الله عليك نبيه طالع لأبوك مو مثل إخوالك. لا لا تعطي على أهلي. ايوه اشربوا شاي. أبو النور يا أبو النور. أنا أبو حسن. أهلا نور. اسمع، في عندي أميرة هولندية بدها روب عرسها يكون من البروكار. طيب عود ارتاح، عود عود تفضل ارتاح. ما فهمت أبو حسن وين المشكلة؟ بدي خير ذهب. الله لا يشبع، امبارح سلمتها الشيطان ذهب. يا أخي هي بدها خير ذهب عيار 12. ايوه عيار 12. شو اللي بتأمن معك ولا لا؟ عناي عناي ديبك عمي. الله يرضى عليك، روح على المشغل الا لابو سينا تجيني على الحارك. هوا ان شاء الله بيمشي الحال. شوفي حبيبتي، هذا المخطط الاساسي رح نعملينه على الكرتون، بتحطيه على ورق الزبده وبتعلمي، وكل ما بدك تزيدي مقاس بتزيدي سنتي. تمام، سنتي من هاي الجهه وسنتي على الحواف كلها. امسكي علمي لقلبك، شايفه؟ السلام عليكم. خليك حبيبتي قبل افتح الباب. ايوه يلا جايه. مين؟ انا هنائي خالته. هنائي. اهلين ابن اختي، خير ان شاء الله؟ والله اذا بتقولي لابو سينا انه ابوها ناطره بالمحل. ايوه مشان شو بقى؟ والله هو بده اياها ضروري. على عيني، تكرم عينك. الله ليش واقف هون؟ ابو سينا ناطرك، ابوكي ناطرك بالمحل. قالت لي خالتك فريال، روح اسبقني لاحقتك. حاضر. طولتي على ابوكي. مو شغلك. السلام عليكم. أهلين يا بنتي. وعليكم السلام. أهلين بنتي. أهلين. الله يرضى عليكي. بدياكي تكتبي لي مكتوب لأبو جورج تقولي له فيه إني بدي كب كوبتين خيط ذهب عيار 12 وبدي أقوله بسرعة. وليش المكتوب يا أبي؟ خلينا نبعت طاووس يقول له. ما سمعتي قال رايح على صافيتا مشان يلم خيطان الحريري؟ بلا يا أبي. طيب. معناتها اليوم بالمساء برجع من المشغل وبكتب لك. لا لا شو اليوم، هلا هلا، لأنه بدي أبعت المكتوب على الحكم دارية، بركي بيمشي اليوم. بأمرك يا أبي. ماني مستحق ما أكتب، يعني إذا بتعطيني مكانك من بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرفي تفضل المحل. شرفي تفضل. يا الله ايوه حق الله، تاخر الحكواتي عم بحاجتك بس على طاووس. نعتلي على بعض على الفاضي.
انا عم بتشخر يا حامي قوم كاسر اشوف قوم قدام العالم كله انا بدي كاسر انا شو دخلي بهي الشغلات تعال كاسرني بالحلال اذا بدك ما عم تحكي بدوسان حامي ما عم تحكي بدوسان انا بكاسرك قدام العالم كله مين ما بده يوم ينكسر قوم غزال لشوف قوم فرجيني حالك لا لا ابوي انا مو هين ملعبي انا قاعد اتفرج بس ساعدوا كريم قوموا كاسروني انتوا الاثنين سوا قوموا لشوف على شو على رجلي والمشاريب الله حيه امي الله حيه الله حيه الله يلا يلا تعا كريم تعا سيك معه هات لشوف سيك يلا واحد اثنين ثلاثه اصيع على اساس انتوا العتاله يا رجال شي بالحاره وشو بيطلع لنا معك اذا فزنا عليك اذا خسرتوني بكره رح اعطيكم حطب بلاش يا بني ربك يا غشيتنا هيك يا طاووس غشيتنا عيدا اذا رجال بتكسر عمي ابن عيد خلاص تضرب منك الو اسمع كربو خليك انت برا وينك طاووس منك ربع ليره ومني فرنجين وحط لي ايدك لشوف حط له فرنجين اخي سجل على الدفتر ما معي دفتر قوم احلق انت وياه لا ما بصير هيك انت غشيتنا لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا